ضمن الجهود المتواترة التي تقوم بها جمعية النور للمكفوفين، أقيم حفل ختام لبرنامجها الصيفي السنوي تحت شعار صيفنا مميز بدورته الخامسة للنهوض بذوي الإعاقة البصرية ودعم عمليات التأهيل والدمج الخاصة بهم. هذا المشروع الاستثماري بيكون في الاستمرارية في حصول الجمعية على مبالغ شهرية، بحيث أن يعني تكون هناك استمرارية في عمل وسير الجمعية خلال الفترة القادمة. وندعو حقيقة يعني الشركات بالمساهمة في هذا المشروع الخيري والوقف لصالح الجمعية. في فائدة كبيرة لنا كمكفوفين، خاصة الدورات اللي صارت، دورة اللغة الإنجليزية، دورة الحاسب الآلي اللي هي تساعد إنه تدمج الكفيف في المجتمع، ونفس الشيء تساهم في إدخاله في سوق العمل. بدءا بكلمة مجلس إدارة الجمعية افتتح الحفل، تليها كلمة المشاركين في البرنامج الصيفي وشرح مدى استجابتهم للمحاضرات والورشات المقدمة. تخلل الحفل بعض المشاركات من المكفوفين الموهوبين. الاستفادة طبعا كانت متنوعة، من الحاسوب الإنجليزي إلى التثقف في مجالات مختلفة. فخلال 10 أيام أو 11 يوم احنا يعني طلعنا من هذا الصيفي بنتائج يعني مثرية. أول شكري لجمعية نور المكفوفين فرع الباطنة والإدارة، وكذلك للداعمين لهذا البرنامج والمعهد صحار للتكنولوجيا وكل من القائمين عليه. الحفل اختتم بتكريم كل من شارك وساهم في نجاح البرنامج الصيفي من مشاركين ومعدين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع بعض المستشفيات الخاصة في الولاية بتقديم خصم خاص لكل المشاركين. لحياة أفضل يعيشها الكفيف في المجتمع، يأتي هذا البرنامج الصيفي لتدريب وتوجيه المكفوفين من أجل تذليل الصعاب والتحديات أمامهم. بلقيس بنت خليفة المكتومية، ولاية صحار، بمحافظة شمال الباطنة.